السلام عليكم جميعا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا دلوقتي هنشوف نوعية تانية من البرامج اللي هي او الادوات بتاعت ادوات الجيل التاني من الانترنت، اللي هي الويب 2.0 تولز، اللي احنا عن طريقها نقدر نعمل اكسرسايزز او تدريبات في شكل لطيف وبشكل يعني جذاب بالنسبة للطلاب. تمام كده، فهنشوف برنامج مهم جدا. البرنامج هيعجبكم ان شاء الله، هو برنامج اسمه Learning Apps. Learning Apps هدخل اكتب كده برضو على جوجل، اهو زي ما احنا شايفين ده البرنامج او الاداء، يعني الويب سايت بتاع البرنامج فتح معانا بالمنظر ده زي ما احنا شايفين، ونقدر نشوف هنا ان الويب سايت دوت بيتحمل طبعا اكتر من لغه، فنختار اللغه اللي احنا عايزينها. تمام، فانا المفروض ان اول حاجه بعمل لوج ان، هنا بدوس هنا، طبعا ساين اب موجوده من هنا يا جماعه، تمام، علشان ما حدش يقول فين الساين اب مش موجوده جنب اللوج ان، فهنا الساين اب موجوده تحت هنا، يعني ريجستر نيو اكاونت، وبنبتدي لو انا بدوس مثلا ريجستر نيو اكاونت ببتدي املى كل البيانات دي. البرنامج ده او الويب سايت دوت مش مدي الفرصه ان او مفهوش الفكرة ان انا ممكن ادخل عن طريق السوشيال ميديا زي الادوات التانية اللي احنا شفناها، فانا هعمل لوج ان عادي، انا اوريدي عندي اكاونت هنا فهدخل بيه. فالمفروض ان هو دخل بالوضع ده، انا هحوله انجليزي علشان تقدروا ان تفهموا معايا، لان انا كنت عاملاه بالفرنش. تمام، فانا اخد بالي من هنا بكذا حاجة، ان البرنامج او الويب سايت ده اقدر اعمل بيه كذا حاجة. الحاجة الاولانية اللي انا هشتغلها معاكم ان هي دلوقتي وانس ان انا دخلت هنا، فانا اوريدي عندي الداشبورد بتاعتي، فاقدر اعمل هنا حاجتين. الحاجة الاولانية في هنا حاجة اسمها براوس ابس، يعني براوس ابس لو ادخل عليها بقدر اشوف هنا في فئات من الاكسرسايزز او التدريبات اللي موجوده على الويب سايت نفسه، اتعملت من مدرسين او من مستخدمين زينا بالظبط، في حاجات كتيره، في الارت، في الاسترونومي، في البيولوجي، في الفرنش، في الجيرمان، في الهيستوري، في حاجات كتيره جدا. تمام، فببتدي اشوف مثلا الحاجه اللي عجباني مثلا سي فرنش، تمام كده، بما انه ده تخصصي اكتر، فبدخل بشوف ان في حاجات مثلا اكسرسايزز او تدريبات اتعملت مثلا حاجه خاصه بالادجكتيف، بالكونجيجيزون، بالباسي كومبوزي، بالسينتاكس، بالكومبريانسيون، حاجات كده اقدر ان انا مثلا لو سي ان انا حاجه ليها علاقه بالجرامير او بالجرامر، بدخل اشوف في اهي حاجات اتعملت تدريبات من مدرسين زي مثلا في هذا المجال، وبقدر اشوف مثلا على حسب الليفل كمان، هل مثلا الليفل مبتدئ او ليفل مثلا متقدم. تمام، فده من براوس ابس اقدر اشوف التدريبات معموله من مستخدمين تانيين في مجالات مختلفه. لكن لو انا عايزه اعمل كرييت للتدريب بتاعي، فانا بدوس على هنا كرييت اب، فبيقول لي يو ماست هاف ان ايديا، بيك ا تمبلت في ان كونتكست، سيف يور اب اند شير ات. الموضوع سهل جدا، فبشوف ايه الحاجات اللي انا اقدر اعمل بيها. طبعا كل دي امثله لتمبلتس مختلفه اقدر ان انا اعمل بيها الاكسرسايز اللي انا عايزاه. فطبعا في البدايه قبل ما ادخل على التول دي او على الويب سايت ده، لازم يكون في مخيلتي ايه التدريب او الاكسرسايز اللي انا عايزه اديه او اعمله، وعايزه اعمله باني تمبلت بالظبط، هل مثلا صح وخطا، ولا هنا اختيار من متعدد، ولا ايه بالظبط يعني، او بازل، او مثلا هاخد دي اللي هي لعبه من سيربح المليون. فببتدي ان انا بشوف مثلا على سبيل المثال اهي دي يعني تمبلت موجوده لمن سيربح المليون. تمام، مثلا سي ان انا بختار ده، لا الاجابه غلط، هي المفروض ان هي دي، فده اوكي التمبلت دوت عاجبني. تمام، فبعمل بقول كرييت نيو اب، او ان انا اعمل زيه بالظبط. تمام، ببتدي مثلا ان انا اشوف دوت التايتل بتاع الموضوع، ان انا هتكلم مثلا عن عواصم العالم معايا كده، ومثلا كابيتال اوف ايطاليا، ماشي. الكوركت انسر بحطها هنا، ده سؤال اللي هو ال 500 دولار او ال 500 يورو ايا كان، مثلا بحط هنا روما،
معايا كده، بحط هنا مثلا كايرو، انا بكتب طبعا اي حاجة، بحط هنا مثلا اي حاجة، مثلا واشنطن، تمام، بحط هنا مثلا مدريد، تمام، سليم. لو انا عايزة سؤال تاني برضو في فئة ال $500 بحطه فيه، على اساس تحسبا ان لو الطالب جاوبه غلط ما يتعادش نفس السؤال تاني، تمام، فلا انا السؤال يتغير له خالص. بدخل على مثلا فئة ال$1000، مثلا هقول capital of Spain، بحط الكوركت انسر هنا اللي هي مدريد، هنا مثلا بحط سي كايرو، بحط هنا مثلا بكين، بحط هنا مثلا أنقرة، تمام، وهكذا. بفضل مكملة بالوضع ده لغاية لما بخلص كل الأسئلة. بالنسبة للفيدباك، هل مثلا أقول له great you have found the solution، ولا مثلا أقول له حاجة تانية لو أنا عايزة، وبعد كده finish editing and show preview، تمام، فبيبتدي ان هو هيظهر له بالوضع ده. capital of Italia مثلا، لو say ان هو الكايرو، لا هي المفروض الاجابة صح روما، تمام، هو كده هنقول له try again، فهيبتدي ان هو نفس السؤال يتعاد مرة تانية، بس طبعا الترتيبات هتبقى متغيرة. فعلشان كده انا بقول اللي عايز يعمل في نفس الفئة $500 كذا سؤال، بحيث ان لو الطالب جاوب السؤال غلط ما يتعادلوش نفس السؤال والاختيارات متغير مكانها، لا هو بيظهر له سؤال تاني. لو انا عايز اعمل اي تعديل بعمل edit again، لكن لو انا عاجبني اوكي فبعمل save app، تمام كده، فبعمل save app، فهو هيتسيف طبعا او هيتم حفظه في my apps اللي موجودة هنا، تمام كده. طيب انا دلوقتي هل انا عايز اعمله private؟ ممكن اعمله private ان هو ما فيش حد يشوفه غيري. هل ان انا اعمله public app؟ تمام كده. عايز اعمله edit برضو ما فيش مشكلة. الويب سايت اللي انا عايزة ان انا اخده بحيث ان انا اعمل له بعد كده، دي لما انا عملته public هيطلب مني بعض الحاجات ممكن ان انا بملاها هنا زي ما احنا شايفين. هنا ده الويب لينك ان انا ممكن اخده واعمل له شير على السوشيال ميديا، زيه زي الاولاني والتاني مفيش فرق ما بينهم. دوت اللي هو الامبيد كود اللي احنا بناخده كله لو احنا عايزين نعمل له انتجريت جوه بلوج او ويب سايت زي ما احنا اتفقنا، اللي هو الاتش تي ام ال كود. ده الكيو ار كود اللي هو فكره ان انا بيكون عندي على الموبايل منزله ابلكيشن اسمه كيو ار كود، لما الطالب بيقرب اللابتوب بيقرب الموبايل وفاتح الكيو ار كود اللي هو الابليكيشن الموجود على الموبايل وبيقرب من الشاشه بتاعت اللابتوب هنا، فبيشوف فاوريدي الابليكيشن ده او الاكسرسايز ده بيتفتح له على الموبايل، تمام كده. يعني لو فرضا ان انا الاكسرسايز دوت انا عاملاه وعايزه ان انا اعرضه للطلبه في الفصل ان هم يجاوبوا عليه، او لو انا في برزنتيشن او في مؤتمر وعايزه ان انا احاول بعد ما اتكلمت كتير ان انا يبقى الموضوع لطيف وظريف ومش عارفه ايه وكده، فمع الاودينس بتوعي، فممكن في الحاله دي ان انا بعمل اكسرسايز بالوضع ده، بسأل أسئلة بالشكل ده والناس كلها هتبقى معاها موبايلاتها في التوقيت ده، بيكونوا منزلين عليها الابليكيشن اللي هو اسمه كيو ار كود، وهما بييجوا جنب الشاشة بتاعت اللابتوب بتاعي او شاشة العرض لو انا معرض مثلا من خلال بروجيكتور مثلا. ففي الحالة دي هما بيقربوا بالموبايل بيتفتح لهم الاكسرسايز بعد كده على الموبايل، فطبعا بتبقى حاجة لطيفة وجميلة جدا زي ما احنا شايفين، تمام. فبس فانا اقدر مثلا اخد اهو اللينك ده لو انا عايزة اعمله شير، زي مثلا كوبي، بروح للفيسبوك اكاونت بتاعي اهو بالطريقة دي، تمام، فباجي هنا زي ما احنا شايفين و باجي بالوضع ده، بحط مثلا اللينك بتاعي اهو. لو انا طبعا بما اني هي حاجة مش بروفيشنال قوي هخليها اونلي مي علشان
ما حدش بس غيرها غير يشوفها اهو، بيبقى كده بدوس بالوضع ده فبيتفتح على طول الابليكيشن او اللي انا عملته بالظبط. فاي حد مثلا لو انا عاملاه بابليك او انا عاملاه مع الفريندز على الفيسبوك، فهم يقدروا ما يشوفوا مثلا روما اهو، يدخلوا بيجاوبوا السؤال التاني مثلا كابيتال اوف سبين مثلا مدريد، اوكي تمام. فانا طبعا بقيه الاسئله انا مش مكملها اصلا، فعلشان كده هو اكيد طبعا مش هيظهرها، تمام كده. فدي اول حاجه اقدر ان انا اعملها بالتول دي اللي اسمها Learning Apps، تمام كده. فان فكره ان انا اعمل اكسرسايز طبعا، وزي ما قلت ان في طبعا انواع اكسرسايزز كتيره جدا اقدر اعملها، في مثلا اختيار من متعدد زي هنا، في مثلا لو انا في قطعه واكمل الفراغات، في هنا باسورد، في هنا كلمات متقاطعه، في مثلا فيديو، في لعبه اللي هي المشنقه، في مثلا لعبه زي اللي هي اسمها وورد جريد، في مثلا توصيل، في ترتيب. ففي حاجات كتيرة جدا نقدر ان احنا نعملها بالويب سايت دوت او بالتول ده، واي حاجة انا بعملها بيتم طبعا تخزينها او حفظها زي ما قلت في ماي ابس، هنا بتتسيب على طول اوتوماتيك في ماي ابس طبعا وانس ان انا عندي اكاونت. لكن لو ما عنديش اكاونت ممكن اعمل كرييت الاكسرسايز، بس للاسف مش هيتسيف بعد كده، يعني ممكن مجهودي كله يضيع. فعشان كده برجع وبقول ان دايما اي تول من الويب 2.0 بدخل عليها عن طريق الانترنت لازم ان احنا نعمل كرييت ان اكاونت. شكرا لكم، ويا رب تكونوا استفدتم من التوتوريال ده على ليرنينج ابس. شكرا لكم.